فإذا كلام يوم أمس سمعناه عبر شهادة من جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ثلاث قراءات جعلتنا أكثر ثقة بأننا نحرز تقدما لإعادة التضخم للمستوى المستهدف. هذا ما خلص إليه كلام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس في ملتقى نادي واشنطن الاقتصادي Economic Club of Washington. فلنستمع إلى جزء مما قاله. On inflation, we in the first quarter we didn't make any more progress. The second quarter, actually, we did make some more progress. We've had now three better readings, and if you average them, that's a pretty good pace. So turning to policy, your question, what we've said is that we didn't think it would be appropriate to begin to loosen policy until we were more we had greater confidence that inflation was moving sustainably down to 2%. We've been waiting on that, and I would say we didn't gain any additional confidence in the first quarter, but the three readings in the second quarter, including the one from last week, do add somewhat to confidence. لنلقي نظرة على قراءة التضخم التي يتحدث عنها جيروم باول. بشهر يونيو سجلنا 3%، قراءة التضخم متراجعة من 3.3% بشهر مايو، قبلها بأبريل كانت عن 3.4%، قبلها بمارس كنا عن 3.5%، وقبلها كنا بفبراير ويناير مطلع العام كنا سجلنا تقدما بمحاربة التضخم، ولكن عاد وارتفع التضخم، إنما بآخر شهرين عاد للتراجع ليقترب من حاجز 2% الذي هو مستهدف من قبل الفيدرالي. هذه التصريحات ستكون الأخيرة لجيروم باول قبل المؤتمر الصحفي لاجتماع الفيدرالي المقبل في 31 من الشهر الحالي، لكن هذا الأسبوع مليء بالتصريحات من مسؤولي الفيدرالي، 6 أعضاء آخرين من المقرر أن يدلوا بتصريحات هذا الأسبوع، على رأسهم محافظو الفيدرالي بأتلانتا وسان فرانسيسكو ودالاس. وفي هذه الأثناء أصبحت توقعات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر شبه مؤكدة، فبحسب منصة CME النسبة الاحتمالية لخفض الفائدة بشهر سبتمبر تصل إلى 93%، يعني شبه مؤكدة تخفيض بربع نقطة مئوية. وفي إجابته عن سؤال حول التباطؤ الاقتصادي قال باول إنه لا يرى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة، وقال سيناريو الهبوط الصعب أو الهارد لاندنج ليس الاحتمال الأكثر ترجيحا، بل إنه ليس احتمالا مرجحا أصلا. هذه نظرة على تطور معدل البطالة منذ بداية العام، حيث أن البطالة وسوق الوظائف ينظر إليها الفيدرالي عن كثب. بشهر يناير كان معدل البطالة 3.7%، بدأ يرتفع ولكن بشكل طفيف جدا، لاحظوا معي 3.9% بفبراير، مارس تراجع بعض الشيء ثم ارتفع بأبريل إلى 3.9% مجددا، وأيضا بمايو 4% وبيونيو 4.1%، فإذن ارتفاعات طفيفة بمعدل البطالة. هذا ما نتحدث عنه السوفت لاندنج اللي هو السيناريو الأرجح الذي يبدو أنه الاقتصاد الأمريكي يواجهه.